بعد الأمطار الغزيرة التي شهدتها كل من مدينة جازان، حفر الباطن ومكة المكرمة الليلة الماضية، ماذا ينتظر المملكة الأيام القليلة القادمة؟ تفاصيل بعد قليل. أسعد الله أوقاتكم بكل خير متابعينا في المملكة العربية السعودية. استمر تأثر المملكة نهار اليوم بأحوال جوية غير مستقرة، ويتوقع أيضا أن تستمر هذه الأحوال الجوية الغير مستقرة خلال عطلة نهاية الأسبوع، لكن اعتبارا من يوم السبت يتوقع أن تشتد هذه الأحوال الجوية الغير مستقرة كنتيجة لعبور لكتلة هوائية باردة في طبقات الجو العالية على المنطقة الشمالية من المملكة، تترافق مع عبور لجبهة هوائية باردة عالية الفعالية ستعبر على المنطقة الشرقية والوسطى من المملكة. تفاصيل أكثر نستعرضها بهذه الخرائط لتوزيع الأمطار المتوقعة اعتبارا من نهار اليوم الخميس وحتى بداية الأسبوع القادم. أحوال جوية غير مستقرة مستمرة خلال يوم الخميس في أغلب مناطق المملكة باستثناء أقصى شمال غرب المملكة، حتى تستمر الأجواء نوعا ما مستقرة لكن باردة بشكل لافت. خلال ساعات ليل الخميس على الجمعة بإذن الله تستمر هذه الأحوال الجوية الغير مستقرة، تتراجع شدتها قليلا لكن تستمر فرصة هطول زخات الأمطار في عموم المنطقة الجنوبية الغربية وأجزاء من المنطقة الشرقية والوسطى بما فيها العاصمة الرياض. يوم الجمعة أيضا تستمر هذه الأحوال الجوية الغير مستقرة في المنطقة الشرقية، المنطقة الوسطى وصولا حتى المنطقة الجنوبية الغربية، تشملكم من مدينة الدمام وأيضا العاصمة الرياض. لكن اعتبارا من يوم السبت تقترب كتلة هوائية باردة في طبقات الجو العالية من شمال المملكة، تترافق مع شبه هوائية باردة عالية الفعالية تبدأ بعبور المنطقة الوسطى والشرقية من المملكة، ثم تتحرك تدريجيا خلال الأيام القليلة القادمة جنوبا لتشمل مناطق إضافية من المنطقة الشرقية وأيضا المنطقة الوسطى، تترافق بهطول زخات رعدية غزيرة من الأمطار في عموم المنطقة الشرقية والوسطى، تشمل كل من العاصمة الرياض وأيضا مدينة الدمام خلال يومي السبت والأحد، وتشمل أيضا مدن أخرى كحفر الباطن، منطقة القصيمة، منطقة الإحساء وأيضا أجزاء من جنوب حائل وعموم منطقة الرياض وصولا حتى أجزاء من شرق منطقة الطائف. التوقعات الجوية للعاصمة الرياض خلال هذه الليلة تسود أجواء غير مستقرة، هناك فرصة لزخات من الأمطار مع أجواء باردة، 15 درجة مئوية كحرارة مقاسة المحسوسة، 15 رطوبة مرتفعة والرياح تكون خفيفة إلى معتدلة السرعة. نبقى في العاصمة الرياض والتوقعات الجوية للثلاث أيام القادمة، تستمر الأحوال الجوية غير مستقرة خلال الثلاث أيام القادمة، تستمر أيضا مع فرص هطول زخات الأمطار. يوم الجمعة 22 إلى 13 مع فرصة لزخات من الأمطار، يوم السبت 20 إلى 15 مع ازدياد في شدة حدة هذه الأمطار، وتشتد بشكل إضافي هذه الأمطار لتكون رعدية خلال يوم الأحد مع 25 إلى 15 درجة مئوية. نختم نشرتنا باستعراض التوقعات الجوية للمدن الرئيسية في المملكة العربية السعودية ليوم الجمعة، نبدأها من المنطقة الشمالية. أحوال جوية مستقرة لكن باردة، تبوك 20 إلى 8، سكاكا 18 إلى 8، عرعر 13 إلى 5 درجات مئوية. المنطقة الغربية، المدينة المنورة، أجواء مشمسة 23 إلى 13، جدة 26 إلى 21، مكة المكرمة 27 إلى 13، وأحوال جوية غير مستقرة في الطائف مع 19 إلى 14 درجة مئوية. الباحة زخات رعدية من الأمطار 13 إلى 10، أبها 17 إلى 12 مع زخات رعدية من الأمطار، وجازان تستمر تحت تأثير أحوال جوية غير مستقرة مع زخات رعدية من الأمطار 29 إلى 24 درجة مئوية. بالنسبة للمنطقة الشرقية نبدأها من الدمام، زخات رعدية من الأمطار 23 إلى 16، حفر الباطن 17 إلى 11، والإحساء 23 إلى 15 درجة مئوية. أخيرا المنطقة الوسطى نبدأ من العاصمة الرياض، أحوال جوية غير مستقرة 22 إلى 13، أجواء غائمة جزئيا في بريدة 15 إلى 10، وحائل تفرق لبعض الغيوم 18 إلى 6 درجات مئوية. إلى هنا تنتهي نشرتنا، للقاء.